عزيزي آترسون، عندما تقرأ هذا الكلام أكون قد اختفيت. لا أستطيع أن أتنبأ بظروف اختفائي، لكن حدسي ينبئني إلى جانب ما يحيط بحالي الذي لا اسم له بأن النهاية مؤكدة وقريبة. انطلق إذن فقرأ أولا القصة التي قال لي لينين أنه سوف يعطيك إياها، فإذا أردت أن تعرف المزيد فبرجاء قراءة اعتراف صديقك التعس غير الجدير بصداقتك، هنري جيكل. سأل نفسه آترسون وقتها وقال يعني ايه؟ يعني دي كانت وثيقة تالتة معاهم ولا ايه؟ برضو انا مش فاهم. اتكلم بول وقال له اهو، وده ظرف كبير مقفول بالشمع من كل الجوانب. حط المحامي الظرف في جيبه وهو بيقول احنا لازم نسكت على الموضوع ده، لو سيدك هرب او مات لازم على الاقل ان احنا نصون سمعته. الساعة دلوقتي 10 ولازم ارجع للبيت واقرا الوثيقتين دول في هدوء، بس انا هرجع تاني قبل منتصف الليل علشان نكلم الشرطة. وخرج الاتنين الرجالة وقفلوا باب اوضة العمليات وراهم، وساب آترسون الخدم اللي كانوا لسه ملفوفين حوالين الدفاية، وانطلق وهو حاسس بشيء تقيل جدا على ظهره. راح ناحية مكتبه عشان يقرا القصتين اللي هيكشفوا ويوضحوا اللغز الكبير ده. في اليوم التاسع من شهر يناير، أي من 4 أيام فاتوا، استلمت في بريد المساء ظرف مسجل والعنوان مكتوب بخط زميلي ورفيق الدراسة القديم هنري جيكل. اتفاجئت جدا بصراحة لما شفت الاسم عليه، لأن احنا كان بقالنا فترة طويلة جدا موقفين الخطابات لبعض. والأغرب من كده كمان إن لسه الراجل ده شايفه من حوالي ليلة واحدة وكنا قاعدين مع بعض بنتعشى، يعني ما كنتش متصور ان ممكن يكون في حاجة مهمة يبعتها لي في خطاب. وزاد مضمون الخطاب من تعجبي من اللي حصل. الخطاب كان بيقول الآتي بالظبط: عزيزي لينين، أنت من أقدم أصدقائي، وعلى الرغم من اختلافنا أحيانا حول المسائل العلمية فلا أستطيع أن أذكر أي جفوة على الأقل من جانبي لتقطع حبل المودة بيننا، ولم يمر بي قط يوم وتقاعست فيه عن معونتك. ولو قلت لي إن حياتي يا جيكل وشرفي وعقلي يعتمد عليك لضحيت بثروتي أو بيدي اليسرى لمساعدتك. والآن يا لينين أقول لك أن حياتي وشرفي وعقلي تحت رحمتك، وإن خذلتني هذه الليلة كتب علي الضياع، وربما افترضت بعد هذه الدباجة أنني سوف أطلب منك ما يشين الشرف، فلتكن أنت الحكم. أريدك أن تؤجل جميع ارتباطاتك الليلة، نعم حتى لو استدعيت لمعالجة الإمبراطور بنفسه، ولا تستقل عربة الأجرة إلا إذا كانت عربتك الخاصة واقفة فعلا لدى الباب، واحمل هذا الخطاب في يدك حتى تهتدي به، واذهب مباشرة إلى منزلي. ولقد تلقى بول الذي يقوم بعمل القهرمان عندي أوامره، وسوف تجده في انتظارك مع خبير الأقفال، وعليك بعد ذلك أن تفتح باب غرفة مكتبي بالقوة، وأن تدخلها وحدك وتفتح الصوان المصقول الذي يحمل حرف إي على يدك اليسرى، وأن تكسر القفل لو كان الصوان مقفولا، وأن تخرج منها الدرج الرابع من أعلى أو الثالث من أسفل، وهو الدرج نفسه بكل محتوياته كما هي على حالها. لدي خوف رهيب من عدم إرشادك إلى الدرج المقصود بسبب الهم الشديد الذي يستولي على نفسي، ولكن حتى لو كنت قد أخطأ فلك أن تعرف الدرج المقصود من محتوياته، وهي بعض المسحوقات وقارورة وكراسة. وأرجوك
أرجوك أن تحمل هذا الدرج وتعود به معك إلى ميدان كافنديش بمحتوياته دون تغيير. هذا هو القسم الأول من الخدمة المطلوبة، وفيما يلي القسم الثاني. إذا انطلقت فور استلامك هذا الخطاب، فسوف تعود إلى منزلك قبل منتصف الليل بمدة طويلة، لكنني أمنحك هذا الهامش الكبير لا تحسبا فقط للعوائق التي يستحيل منعها أو التنبؤ بها، بل أيضا لأنني أفضل الوقت الذي يكون خدامك فيه نائمين للقيام بما تبقى من هذه المهمة. إذا أرجوك أن تكون في عيادتك وحدك عند منتصف الليل، وأن تسمح بنفسك لرجل سوف يقدم نفسه باسمي بدخول منزلك وتعطيه الدرج الذي أحضرته من غرفة مكتبي، وبهذا تكون قد نهضت بدورك واستحققت امتناني الغامر. فإذا أصررت على تفسير ما حدث، فسوف تدرك بعد 5 دقائق أن هذه الترتيبات ذات أهمية قصوى، وأنك إذا أهملت القيام بأحدها على الرغم مما يبدو لك من غرابتها الشديدة، فسوف تكون قد حملت ضميرك بالمسؤولية عن وفاتي أو فقداني لعقلي. وعلى الرغم من ثقتي بأنك لن تستخف بما أناشدك أن تفعله، فإن قلبي يغوص بين جوانحي ويدي ترتعد لمجرد التفكير في ذلك الاحتمال. ولا تعرف أنني في هذه الساعة في مكان غريب، وأعاني من كرب أسود يتجاوز أي خيال مهما اشتط. وإن كنت أدرك تماما أنك إن قدمت لي هذه الخدمات في مواعيدها المحددة، فسوف تنقشع متاعبي مثل قصة فرغت أحداثها. قدم لي هذه الخدمة يا لينن العزيز، وإنقذ صديقك. هنري جيكل. ملاحظة: كنت قد اختتمت هذا الخطاب فعلا، فإذا بمصدر خوف جديد يدهمني إذ تبينت أن البريد يمكن أن يخذلني، فلا يصلك هذا الخطاب إلا في صباح الغد. فإن حدث هذا، فقم يا لنن العزيز بالمهمة التي أطلبها في أي وقت يناسبك في أثناء النهار، ثم توقع وصول مرسالي مرة أخرى عند منتصف الليل. ربما يكون الوقت قد فات فعلا عندها. فإذا مرت تلك الليلة ولم يحدث شيء، فاعلم أنك لن تشاهد هنري جيكل بعد ذلك. لما قريت الجواب ده حسيت وقتها ان زميلي شخص مجنون تماما، لكني حسيت وقتها بان انا ملتزم جدا باداء اللي طلبه مني لحد ما اتاكد انه مجنون بالفعل. خطه كان مشوش جدا، وما كنتش فاهم شويه ايه اللي هو كان حاسس بيه وهو بيكتب، او حالته النفسيه كانت ايه وقتها. قمت على طول وركبت عربيه اجره ورحت مباشره لبيت جيكل. قهرمان او بول كان واقف مستنيني، وبمجرد ما استلمت البريد او هو مسك مني البريد، بعد فعلا في ساعتها خبر ان وصلوا خبير اقفال ونجار. وصل الاتنين دول واحنا بنتكلم لسه، واتحركنا كلنا لأوضة العمليات القديمة الخاصة بالدكتور دينمان. ودكتور دينمان هو الراجل اللي كان عايش في بيت دكتور جيكل قبل ما الدكتور جيكل يجي ويسكن في البيت. الباب كان متين جدا والقفل كان ممتاز جدا، والنجار قال انه هيتعب قوي وهيحصل اضرار بالغة لو لجأ لاستعمال القوة، كما ان كمان خبير الاقفال شبه يأس لكنه كان ماهر جدا وقدر بالفعل يفتح الباب بعد 2 ساعة متواصلين. فتح الصوان اللي كان بيحمل الحرف اي، وطلعت الدرج منه ومليته بالقش، بعد كده غطيته بملاية ورجعت بيه لميدان كافنديش. وهناك بدأت افتحه وبص في المحتويات بتاعته، كانت مساحيق كلها عاملة زي التراب، ولكن كان في بعض القطع فيها كانت لسه ما اتكسرتش تماما، فده أكد لي ان جيكل هو اللي كسر الشيء ده بنفسه. لما فتحت لفافة من اللفافات لقيت اللي كان يعني حاجة لونها ابيض كده في بلورات، وكان في ازازة تانية كانت بتحتوي على سائل بلون الدم، كانت مليانة لحد نصها. ريحتها كانت شديدة جدا لكنها مش بتؤذي حاسة الشم، وكان باين ان هي بتتضمن بعض الفوسفور او حاجة كده، انا ما كنتش مركز وقتها دي عبارة عن ايه. اما سائل المحتويات فما كنتش قادر اركز دي عبارة عن ايه برضو، ولا افهم ده ايه دول بالظبط. الكراسة اللي كانت موجودة كانت كراسة مفكرة عادية جدا، يعني فيها شوية تواريخ كده، وكانت بتشتمل فترة بتمتد من سنين طويلة من سنين فاتت، لكن لاحظت ان الكتابة فيها وقفت من حوالي سنة بالظبط، وبصورة مفاجأة كمان. كان فيها شوية إشارات مع التواريخ، وكانت الإشارات دي عبارة عن كلمة واحدة بس،
كانت كلمة اسمها مضاعفة. دي الكلمة اللي كانت موجودة حوالي 6 مرات في المذكرات كلها، المذكرات كلها بيزيد عددها عن 100 صفحة مثلا. لقيت ملاحظة في البداية مكتوبة بعلامات تعجب متعددة وهو فشل ذريع، وعلى الرغم من ان كل ده اثار فضولي فانا ما خرجتش بمعلومات مؤكدة برضو عن ايه اللي بيحصل. يعني كل اللي حدسي قال لي ان انا شايف دلوقتي ازازة بتحتوي على صبغة ولفافها بتتضمن ملح تقريبا، وسجل لسلسلة من التجارب اللي ادت لفوائد علمية لا حصر لها زي كتير جدا من تجارب واستكشافات الدكتور جيكل. وانا برضو مش فاهم الحاجات دي لما تكون موجودة في بيتي ايه اللي هيفيد او ايه اللي هيأثر في وجود الشخص نفسه. ولو الحاجات دي تقدر تتنقل من بيت جيكل لأي مكان تاني اشمعنى بيتي انا يعني؟ وحتى لو افترضنا وجود بعض العوائق الغريبة فليه المفروض ان انا اعمل كل ده في السر؟ الموضوع كنت كل ما بفكر فيه او حاول اتأمله بحس ان انا بالفعل بتعامل مع حالة مرض عقلي. وعلى الرغم كمان من ان انا مشيت خدامي علشان يناموا، حشيت مسدسي القديم بالرصاص، يعني حسيت ان انا هحتاجه للدفاع عن نفسي. وبمجرد ما الساعة دقت لمنتصف الليل سمعت خبط خفيف على الباب، رحت بنفسي عشان افتحه فلقيت راجل حجمه ضئيل شوية كان واقف وهو ساند على عواميد المدخل. سألت وقتها قلت له هو انت جيت من عند الدكتور جيكل؟ وكان رد وصل لي في الإيجاب في صورة بيهز دماغه كده وما ردش عليا. طلبت منه الدخول لكنه ما دخلش إلا بعد ما بص عليا بصة فاحصة جدا ورايا كمان على الميدان اللي ما كانش فيه أي حاجة غير الظلام. كان واحد من رجال الشرطة قريب مننا وبيقرب علينا هو ماسك في إيده مصباح منور. وبمجرد ما الزائر الغريب ده شاف الضابط بيقرب مننا دخل بسرعة جدا عندي في البيت. اعترف وقتها ان التفاصيل دي كلها سابت جوايا اثر وحش وخوف. مشيت وراه لحد ما دخلنا العيادة بأضواءها الباهرة، كنت حاطط ايدي على سلاحي متأهب لأي حاجة ممكن تحصل من الشخص الغريب ده. في العيادة اخيرا اتمكنت من ان انا اشوف الكائن ده بوضوح، وكنت عمري ما شفته قبل كده في حياتي، ده اللي انا اتأكدت منه في ساعتها. حجمه كان ضئيل شوية زي ما قلت لك، لكن ما عنديش كلمات اقدر اوصف بيها بشاعة وشه او بشاعة التعبير اللي على وشه. جسمه كان غريب جدا، تحس انه عنده نشاط عضلي بالغ جدا وجسمه معضل، وتحس في اجزاء تانية من جسمه انه ضعيف قوي وهزيل. كل ما كنت بقرب منه كنت بحس باضطراب غريب في اعصابي كأنه بيرعبني او كأنه بيعمل تأثير معين لمخي. كنت حاسس بضربات قلبي وهي بتنخفض بالبطيء. كان لابس هدوم لو الشخص العادي لابسها الناس اللي حواليها هيضحكوا عليه. كانت هدومه عبارة عن قماش فاخر ولون وقور كده في نفسه، ولكنها كانت اكبر بكتير جدا من انها تناسب مقاييس حجمه في كل اجزائها. بنطلون اللي كان لابسه كان واسع جدا حوالين رجليه وكان لفه كده علشان ما يلمسش الارض، وهدومه من فوق كان رابطها على وسطه. ياقة القميص كانت فضفاضة وواصلة لحد كتفه. وبالرغم من ان الشكل ده لو اي حد شافه هيضحك، لكن منظره قدامي كان ابعد ما يكون ان هو يقدر يضحكني. في الواقع الشكل المخلوق ده نفسه بيتسم بشذوذ وسوء تكوين فطري، ودي حاجة انا مش عارف اتعامل معاها ازاي. خلينا نقول مثلا ان كان عنده خاصية بتخليك تدهش وبتثير تقززك في نفس الوقت. بدون مقدمات لقيت الزائر الغير مرغوب فيه ده بيتكلم بصوت وحش جدا وبيقول لي جبته انت جبته. قرب مني بسرعة، مسك دراعي وحاول يهزني، صديته وحسيت وقتها ان جسمي كله اشعر. كان ايده عاملة زي ايد الميتين، كانت متلجة زي التلج. قلت له اسمع يا سيد، انت نسيت تعرفني بنفسك، ممكن تتفضل تقعد؟ قعدت على الكرسي بتاعي بحاول ان انا اتعامل معاه زي ما بتعامل مع المرضى، فلقيته رد بأدب غريب جدا وقال لي انا اسف يا دكتور لانين، اللي سيادتك قلته ده مظبوط وعندك حق فيه، بس انا اسف ان انا تهوري سابقني. انا جيت هنا بناء على طلب من زميلك الدكتور هنري جيكل علشان اعمل حاجة مهمة الى حد ما. وقف وحط ايده على زوره او رقبته
وهنا أدركت أنه على الرغم من سيطرته على سلوكه والهدوء، لكنه كان بيقاوم هجوم انفلات عصبي. رجع يتكلم وبيقول: وفهمت كمان أن المفروض واحد من الأدراج هنا. سكت وهو بيحاول يمسك نفسه تاني، وهنا بصراحة الراجل ده صعب عليا، يعني كنت حاسس ان هو مش متظبط وان انا كنت قاسي شوية في الحكم عليه. قمت وقلت له: اتفضل يا استاذ اهو اتفضل. وشاورت فعلا للدرج اللي كان موجود في ارضية الاوضة ورا احدى الكراسي اللي كانوا موجودين، وكانت الملاية لسه مغطياه. اتحرك ناحيته، بعد كده وقف وحط ايده على قلبه، وسمعت صوت صرير اسنانه كان بيحك اسنانه في بعض نتيجة الاصطدام اللا ارادي الفكيه مع بعض. بعد كده بدأ يظهر شحوب على وشه، شحوب زي شحوب الموت. انا وقتها خفت الراجل ده ممكن انت هتموت هنا ولا ايه، لحد ما اتكلمت قلت له: ما تمسك اعصابك امال انت كويس. بصلي وقتها بابتسامة رهيبة في غير محلها، وشال الملاية من فوق الدرج، ولما شاف اللي فيه اتنهت تنهيدة معينة ظهرت كانت بتدل على الارتياح الشديد. انا كنت وقتها واقف متسمر في مكاني، وفي اللحظة اللي بعدها سألني بصوت بينم عن استعادته لوعيه من تاني: انت عندك انبوب اختبار مدرج؟ اتحركت وحاولت ان انا اتمالك نفسي واديته اللي طلبه مني. شكرني وهو بيبتسم برضو، وصب في الانبوب ده كمية صغيرة جدا من الصبغة الحمراء بمقياس دقيق. بعد كده اضاف واحد من المساحيق اللي كانوا موجودين، بدأ اللون الاحمر ده يتخلط واصبح لونه فاتح اكتر كل ما البلورات دي بتنصهر معاه. السائل ده كان بيفور بصوت مسموع وبتخرج منه سحابات صغيرة كده من الابخرة، وفجأة في اللحظة نفسها الغليان وقف وبدأ اللون المخلوط يتغير للون اقرب للون البنفسج، بعد كده تحول للون الاخضر. ابتسم وقتها الزائر اللي كان موجود ده في اثناء مراقبة التحولات دي بعينه اللي كانت مركزة جدا على الانبوب ده. بعد كده حط الانبوب على الترابيزة والتفت لي وهو باصص لي بصة فاحصة وقال لي: دلوقتي انت اللي هتحسم باقي الخطوات، انا شايفك بتفضل الحكمة والرشاد، فهتسيبني اخد الانبوب ده معايا واسيب بيتك من غير اي جدل زيادة، ولا طموح فضولك بقى استولى عليك؟ وفكر قبل ما ترد عشان انا هلتزم بقرارك، فلو اخترت هسيبك زي ما كنت قبل ما اجي بدون اي زيادة في الثراء او في الحكمة، الا لو كنت عايز ان انا اعمل لك خدمة، ولو اخترت الاختيار ده هيتفتح قدامك عالم جديد من المعرفة، وتمتد قدامك دروب جديدة عشان صيتك وسلطتك يذاعوا هنا وهناك. وفي اللحظة دي في الأوضة دي بصرك هيشوف حاجة إبليس نفسه لو شافها كفره هيرتجف. طبعا تخيل في حاجة زي كده بتكلمك في بيتك بالليل وبيقولك إبليس ومش إبليس، ومنظره لوحده وهو بيتكلم يعني صعب جدا. حاولت أمسك نفسي بآخر قوة عندي وقلت له: يعني يا أستاذي أنت ليه بتتكلم بالألغاز؟ انت ممكن ما تصدقنيش لو قلتلك اني بسمع كل كلامك ده من غير ما اصدق اي حاجة. انا بقالي فترة او النهاردة عملت حاجات كتير وبقدم خدمات مش فاهمها، ولا عارف بالظبط هتوصلني لحد فين في الاخر، ولا هتعمل ايه برضو. فاعتقد انا من حقي اني اعرف نهاية الطريق الغريب ده هيكون ايه. رد الزائر وقال لي: تمام، خليك فاكر يا لانون ان انت اقسمت على ولائك ان انت دكتور، وبيندرج التالي تحت قسم الكتمان اللي مهنتنا بتفرضه. ودلوقتي بص كويس وركز، يا اللي كنت طول حياتك شخص مادي، بص كويس يا اللي انكرت فضل الطب المتعالي، بص كويس يا اللي كنت بتسخر من اللي كانوا فوقك في العلم، بص كويس. رفع انبوبة الاختبار وشربها كلها دفعة واحدة، وبعدها فضل يطلع صوت صيحات عظيمة وقعد يصرخ. بعد كده فضل يترنح يمين وشمال ويمسك بالترابيزة ويتعلق بيها، وهو بيحاول بقدر الامكان انه يفضل باصص في عينيا. كان بيقع وبيقوم وبيحاول يمسك نفسه، لكن كان مركز جدا ان عينه تكون مركزة معايا.
كان فاتح بقه وهو بيلهس زي الكلاب، وحصل وقتها تغيير عجيب في أثناء متابعتي للنظر. بدأ حجمه يتضخم ووشه اسود فجأة، وبدأت ملامحه تنصهر وبتتبدل. وفي اللحظة اللي بعدها اتنفضت وانا واقف ورجعت ورا، فضلت لازق في الحيطة وانا رافع ايدي عشان احمي نفسي من الاعجوبة، وعقلي كله مرعوب. صرخت وقتها وانا عمال اقول يا رب يا رب، فضلت اقول يا رب مرة بعد مرة. وكان قدامي راجل لونه بيبقى شاحب وجسمه بيضطرب وبقى شبه مغمى عليه. بدأ بعد كده يلمس كل حاجة حواليه بإيده كأنه رجع من عالم الموتى، وكان قدام عيني هنري جيكل. اللي سمعته بعد الموقف ده في الساعة اللي كانت بعد كده أنا ما أقدرش أكتبه. أنا سمعت اللي سمعته وشفت اللي شفته واشمأزت نفسي من كل حاجة، لكني في بعض الأحيان لما المشهد ده بيجي تاني في ذاكرتي بتساءل إذا كان اللي قدامي ده فعلا حصل ولا لأ. أنا ما أقدرش أرد، أنا حياتي مرت قدام عيني وقتها، ومن وقتها وأنا بيلازمني الأرق. أنا مش عارف أنام، كل يوم بحس بالرعب وهو بيطاردني. أنا بقيت حاسس إن أيامي معدودة وإني ميت ميت قريب، وبالرغم من كده هموت من غير ما أصدق اللي أنا شفته. وعلى الرغم من اعترافات الراجل ده ليا وقتها ودموعه الشديدة وهو بيحاول يدور على التوبة، فأنا مش قادر أفتكره ولا أفكر فيه غيره وأنا حاسس بالفزع في كل حتة. بس أنا هضيف شيء واحد يا أترسون، والحاجة دي هتكون أكتر من كفاية لو قدرت تصدق. يعني المخلوق اللي تسلل لبيتي الليلة دي، وباعتراف الدكتور جيكل نفسه، معروف باسم هايد، اللي الشرطة بتطرده في كل ركن من أركان البلد دي باعتباره قاتل كيرو.